الحرب العالمية الثانية 1، ماذا سنتعلم؟ الوضع السياسي في العالم قبيل الحرب العالمية الثانية، أسباب الحرب العالمية الثانية. الوضع السياسي في العالم قبيل الحرب العالمية الثانية. لقد شهد العالم قبيل الحرب العالمية الثانية مجموعة من التغيرات السياسية المترتبة على الحرب العالمية الأولى، كانت مع ما خلفته الحرب الأولى من ظروف اجتماعية وأزمات اقتصادية السبب وراء قيام الحرب العالمية الثانية. وقد كان من أبرز التغيرات السياسية قبيل الحرب، أولاً شهدت روسيا في عام 1917 ميلادي قيام الثورة الشيوعية التي قادها البلاشفة بزعامة لينين، وسيطروا في روسيا على مقاليد الأمور وأقاموا أول دولة اشتراكية وأعلنوا قيام الاتحاد السوفيتي. ثانيا، خرجت إيطاليا من الحرب العالمية الأولى منهكة رغم انتصارها، ولم تحصل على النصيب المقابل لجهودها من غنائم الحرب، وتأثرت كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية وانتشرت فيها الأفكار الشيوعية، ونجح موسوليني زعيم الحزب الفاشي وتسلم السلطة. كذلك من أبرز التغيرات السياسية قبيل الحرب، ثالثا تمكن الحزب النازي في ألمانيا من تسلم الحكم، وأصبح هتلر مستشارا لألمانيا وعمل على تجييش الألمان وتسليح الجيش حتى أصبح جيش ألمانيا من أقوى الجيوش في العالم. رابعا، شهدت اليابان بعد الحرب العالمية الأولى ازدهارا في مجالات الصناعة، وزادت قوتها بسبب سيادتها على أسواق الشرق الأوسط. وبعد تزايد قوة اليابان العسكرية نتيجة انتهاج سياسة البناء العسكري على جانب البناء الاقتصادي، اندفعت إلى احتلال منشوريا الغنية بالفحم، ومدت نفوذها في معظم المناطق من أهمها الهند الصينية والصين والفلبين والملايو وإندونيسيا. أسباب الحرب العالمية الثانية، الأسباب غير المباشرة. أولاً، معاهدة الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى وما تضمنته من بنود مجحفة لحق الدول المهزومة. ثانياً، سباق دول أوروبا في مجال التسليح الحربي وإقامة الأحلاف العسكرية بينها. ثالثاً، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها العديد من الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى. رابعاً، إحساس بريطانيا وفرنسا بالتهديد المباشر من التوجهات النازية في ألمانيا، خاصة بعد أن بلغت قوتها مبلغاً مخيفاً في أوروبا. أخيراً، ضعف عصبة الأمم وعجزها عن إيقاف توسع الدول وانتهاك القانون الدولي. السبب المباشر، تطور الأزمة البولندية، حيث طالبت ألمانيا بضم الممر البولندي الفاصل بين ألمانيا وروسيا الشرقية، وطالبت بمدينة دانزينغ التي يمثل الألمان غالبية سكانها، فقامت بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي تضمنت بنودها اقتسام بولندا، فخافت بريطانيا وفرنسا من أطماع ألمانيا فعقدت تحالفا مع بولندا لحماية استقلالها. وفي عام 1939 ميلادي زحفت الجيوش الألمانية على بولندا، فأرسلت بريطانيا وفرنسا للحكومة الألمانية إنذارا بوقف اعتدائها على بولندا، لكن الحكومة الألمانية رفضت، فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا، وبذلك قامت الحرب العالمية الثانية. القوى المشاركة في الحرب العالمية الثانية، دول المحور وتشمل ألمانيا، المجر، اليابان، إيطاليا، بلغاريا، يوغوسلافيا، رومانيا. دول الحلفاء وتشمل فرنسا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة. الملخص، الوضع السياسي في العالم قبيل الحرب العالمية الثانية، قيام الثورة الشيوعية بقيادة لينين، تأثر إيطاليا بالأزمة الاقتصادية الكبرى، ازدهار اليابان صناعيا وزيادة قوتها. الأسباب غير المباشرة للحرب العالمية الثانية، معاهدة الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الأولى، سباق دول أوروبا في مجال التسليح الحربي، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
السبب المباشر للحرب العالمية الثانية. في عام 1939 ميلادي زحفت الجيوش الألمانية على الأراضي البولندية، فأرسلت كل من بريطانيا وفرنسا إنذارا إلى ألمانيا تطلب منها وقف اعتدائها على بولندا، لكن ألمانيا رفضت، فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا. القوى المشاركة في الحرب العالمية الثانية: دول المحور اليابان، ألمانيا، المجر، بلغاريا، إيطاليا. دول الحلفاء: الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة.